طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. وفي البداية نوجه عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727 على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. جثث مجهولة الهوية، خلونا نبدأ بهذا الموضوع، حيث أعلن الطب العدلي يوم أمس عن دفن 50 جثة جديدة مجهولة الهوية. أشار الدكتور محمد رعد مدير قسم فحص الأموات عن دفن 50 جثة مجهولة الهوية خلال شهر كانون الثاني من هذا العام بالمقبرة النموذجية في محافظة النجف، وأضاف بأن أغلب هذه الجثث بدأت عليها علامات التفسخ، لافتا إلى أن الدائرة قامت بإجراء فحوصات للجثث وتصويرها وأخذ DNA عينات لغرض المطابقة في حالة مراجعة أحد ذويهم. خلونا نشوف الصفحة على الانترنت، صفحة الطب العدلي اللي جاء فيها الإعلان. هذا شوف الطب العدلي تدفن، الطب العدلي تدفن 50 جثة جديدة مجهولة الهوية، حيث أشار الدكتور محمد رعد مدير قسم فحص الأموات تم دفن 50 جثة مجهولة الهوية خلال شهر كانون الثاني من هذا العام بالمقبرة النموذجية في النجف. أضاف بأن أغلب هذه الجثث بدأت عليها علامات التفسخ، لافتا إلى أن الدائرة قامت بإجراء فحوصات DNA للجثث وتصويرها وأخذ عينات لغرض المطابقة في حالة مراجعة أحد ذويهم. هذه صفحة الطب العدلي على الانترنت على الفيسبوك مثل ما أعلنوها يوم أمس. الصور راح تجي نشوفها وراها، هذه الصور اللي نشرتها دائرة الطب العدلي لدفن 50 جثة مجهولة الهوية. هذا المسلسل الذي يعني لا ينتهي في العراق، جثث مجهولة الهوية. هل هذه الجثث هي نفسها جثث مقبرة الإسحاقي التي تم العثور عليها قبل أيام والجماعة نقلوها للنجف وخلوا الطب العدلي يدفنها؟ لو هيها جثث من مقابر أخرى، يا ترى من أين جاءت هذه الجثث؟ يعني لمن تعود؟ متى يعني وقت الوفاة؟ أيعقل بأن جثث بهذا العدد يطلق عليها مجهولة الهوية؟ هل جاءت من خارج الكوكب؟ يعني هذه التساؤلات الكثيرة نريد نناقشها معكم أعزائي المشاهدين. نعم، هذه الصور. طبعا في شهري إذا تحدثنا قليلا، نرجع شوية إلى الوراء على موضوع الجثث مجهولة الهوية، بعدين نجي على المقابر الجماعية. في شهري أغسطس وسبتمبر من عام 2019 تم الإعلان عن دفن جثث في العراق تحت عنوان مجهولة الهوية دون الكشف عن أسماء الضحايا وسبب مقتلهم أو مكان العثور عليهم والمشتبه بقتلهم وسبب تجميعهم. واللافت أيضا بأن الجثث تصل على دفعات، تصل إلى 100 جثة في الدفعة الواحدة وتدفن دون حتى تنفيذ القانون القاضي باستدعاء ذوي المفقودين والسمح لهم برؤية أي جثة يعثر عليها عسى أن يتعرفوا على فقيدهم. في أغسطس من عام 2019 نتحدث تم الكشف عن دفن نحو 200 جثة على دفعتين، واحدة بواقع 75 جثة وأخرى بواقع 125، ودفعة ضمت 131 جثة. في وقتها أعلن مجلس محافظة كربلاء في وقتها تسلم 40 جثة جديدة قادمة من بغداد ودفنها على أنها مجهولة الهوية دون طبعا معرفة التفاصيل عن هويات أصحاب الجثث أو مكان قتلهم أو من اللي قتلهم. محافظة كربلاء في وقتها قالت في 2019 بأنها دفنت الدفعة الثانية دون الإفصاح عن توضيحات إضافية عن مصدر الجثث أو وصول القتل، الذين قيل بأن بعضهم قد تعرض للتعذيب وبتر الأطراف قبل عملية القتل رميا
بالرصاص. في وقتها هم في 2019 أكد عضو بالمجلس المحلي في محافظة كربلاء وهو نافع داود بأنه تم دفن 40 جثة مجهولة الهوية في مقبرة وادي السلام، وبين في تصريحات صحفية بأن مديرية صحة كربلاء تتولى غالبا الفحص الطبي وجمع المعلومات حول الجثث التي تم العثور عليها. رجح في الوقت ذاته بأن الجثث تم نقلها من مدن أخرى ودفنها في كربلاء دون تفاصيل أخرى. طبعا واقعيا يتجنب المسؤولون في الحكومات التطرق إلى هويات الضحايا أو حتى ملابسات قتلهم. طبعا الأسئلة اللي يوجهها العراقيين ويتساءلون وإحنا نسألها اللي ما نلقى لها جواب، من ذولا؟ من اللي قتلهم؟ وين انقتلوا؟ ليش يدفنون بشكل جماعي؟ لماذا لا يتم فتح تحقيق بقتلهم؟ لماذا لا يجري لهم فحص الحمض النووي مثل الآخرين؟ يعني ما نقدر نتحدث على 50 جثة مال البارحة، مع العلم هم قالوا إنه تم إجراء الفحوص، بس الطب العدلي ما نشر إنه تاريخ الوفاة، الأعمار، هل هم عراقيين مو عراقيين؟ ما معقولة يعني. وهذه الحادثة تتكرر بشكل مستمر. 2019 اللي صار في كربلاء ودفن في النجف، البارحة 50 جثة، المقابر الجماعية مثل مقبرة الإسحاقي قبل أيام في صلاح الدين، المقابر اللي موجودة في محافظة الأنبار وبشهادة مؤسسة الشهداء التابعة لرئاسة الحكومة، منين جت هاي الجثث؟ لمن تعود هذه الجثث؟ نعم، معنا اتصال أبو صالح من الموصل، تفضل أبو صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تفضل. أستاذي. نعم. أستاذي. نعم عيني. هسه حجتها اللي كنتونوا غادي ما ينطونوا أو تدفع فلوس دفترات تجي تستلم الجثة معتك. هذه عندنا هنا بالموصل من بغداد. هاي وحدة. من اللي يقتلونه غادي؟ يعدمونه أو يريد يخرب الحكومة مالو، يريد يطلع يعدمونه. تنطي فلوس ولا تنجزتك بالنجف أو بغداد. هذه اثنين. أول وحدة. حتى السجين الدعس ومضبوط قاعد يدفع دفعات ويطعن تركيا. هذا نعرفه شفناه أخبار عيننا. هذول شلون قرب الحكم مال هاشم سلطان وزير الدفاع وراد يطلع قبل عدمه. هذه تحاسب عليها، الحاسب عليها امريكا، سلمتنا لكفر الفرس. افتهمني جاي. نعم. سلمتنا لكفر الفرس في امريكا. احنا ريدنا وزير، ريدنا بالبرلمان واحد شريف ابن شريف يطالب امريكا يقولون تعالوا انتوا سويتوا بالعراق لعبتوا هاللعبه هذه، انتوا شنو رايكم؟ زين ابو صالح، بس اريد اسالك على الموضوع، انت اشرت في البدايه بانه تدفعون فلوس حتى تاخذون الجثه، اذا تضرب لنا مثل. نعم. مثلا صار قدامك، شنو اللي صار بالضبط؟ وين هذا مات الشخص حتى تدفعون هذا المبلغ المالي حتى تدفنوه؟ نعم، من هنا خبروا عليهم من التنك. ايه؟ من هنا من حي النهر وانا، قالوا ابكم توفى بالتاجي. قالوا يابا نجي نستلموا، قالوا لا احنا ندفنوا. ايضا واحد من الرشيدية مات، قالوا له احنا ندفنوا لا تاخذوا، قال جيبوا لا تدفعوا فلوس ونعطيكم اياها. انا شهود عيان هنا بدنا شفنا ورحنا على الفاتحه سلموا 13 مليون و 10 ملايين جابوا منهم دفنوا بها تحقاق. هاي شوف عيان. أبو صالح. نعم. نعم. هذا الشخص مات تحت التعذيب لو عدموه لو شنو؟ نعم. نعم، واحد برشيدية تحت التعذيب. تمام. واحد ايه. تحت هذا بالحي النهروان تحت التعذيب. كله تحت التعذيب، هذه إذا ما وما يسلمون الجثة إلا بفلوس. نعم. نعم. وما يطلع السجين اللي خايف ويقول بنفسه وخارج زي ما قاعد يستلموا فلوس يسلمون الجواز على باب السجن يقولوا على تركيا، ايش لا؟ ايه؟ جايبين واحد هنا ايراني قصاب تلقى قاعد يحكم حكم ظلم. نعم. ما عنده شيء يحكمه. والله وما تعرف ايش فلان يودي فين راح وما عنده لهم وين. شوف. شوف الظلم ما يدوم الا دام يدمر.
لون المالك مستلم سجن الشعب الخامسة مال القناة. هذا الآخر كان مرحلة الدوري بين راشد سمو عياء سمو. هذا الآخر. تنامر الواضح مرحلة الدوري بيران. مستلم المطار المثنى السجناء. عندك 50 دفتر هذه المين للمعلوك. للقاسم سليماني وللمهندس وعوائلهم تروح لليران. عندك 100 دفتر عندك 50 دفتر كبار يطلعونهم. اشرع على تركيا اشرع على ايران اشرع وين ما كنت كل من قابل له سجن وهذا قابل الخروج هذا قابل الجمرك وهذا قابل الساحة احنا شوفونا نجوم الظهور هنا شوفونا الوين قابل ساحة القلم العصايب قابل ساحة سوق المعاش قابل الطرق قابل ساحة السيارات قابل الحديد هذا التلف الحديد فلوس حلوة فلوس حلوة فلوس هذه كلها هم مستولين عليها هنا عندنا محافظ الله يرضى عليه مع الاسف انه جبوري والله بس يعني عندك ملك الوزراء كل من قابل له رصيف بغداد هذا اللي هو شو اسمه هذا قلت لك عليه وأخذ علي قبل مطار القناة. نعم أبو صالح أنا أشكرك أبو صالح من الموصل كان معنا أبو عمار من ذي قار تفضل أبو عمار. أبو عمار سمعني من التلفون الله يخليك نص التلفزيون للأخير تفضل. أبو عمار تنص التلفزيون لو لا أنا أشكرك أبو عمار من ذي قار كان معنا ودائما نأكد أنه المتصل حتى لا يشوش على نفسه ولا يشوش علينا ولا على المشاهدين مدى نفتهم ينتظر الكلام يسمع من التلفزيون فأخي ممكن تسمع أنت من الإعادة في الحلقة وأنت دع اللي تتكلم أنت كلامك على الهواء مباشرة طبعا توجه الاتهامات إلى ميليشيات مرتبطة بإيران بارتكاب عمليات قتل وتغييب بحق مئات العراقيين من أبناء جرف الصخر ومناطق أخرى في جنوبي بغداد وبالقرب منها بحسب تقرير طبعا لصحيفة العرب الجديد عام 2019 حول الجثث مجهولة الهوية كما يقولون هذا المصطلح في العراق مجهول الهوية تم اغتياله عن طريق مسلحين مجهولي الهوية الجثث مجهولة الهوية حرامية مجهولي الهوية كل شيء مجهول الهوية كأنه شبح دا يدخل يسوي كل هاي الشغلة كله يسجل تحت اسم مجهول الهوية طبعا مصادر في وقتها في هذا التقرير 2019 أنا أتحدث عن هذا التقرير لصحيفة العربي الجديد تحدثت مصادر من محافظة كربلاء بأن الجثث التي وصلت إلى المدينة بالطريقة السابقة حيث تصل بسيارات مجهولة هم مجهولة ما شاء الله إلى مكتب منظمة إنسانية معنية بإغاثة المحتاجين أو المرتبطة بالأعمال الخيرية وبالتالي تتكفل المنظمة بإيصالها إلى الجهات المعنية ولأن محافظة باب الخالية من المقابر يتم إبلاغ الحكومة المحلية في كربلاء بشأن الجثث وأشارت المصادر إلى أن محافظة كربلاء خصصت قطعة أرض من أجل دفن الجثث الأخيرة يتكلم التقرير في ذلك الوقت 2019 نشير إلى هذا التقرير وهي لأكثر من 30 جثة وتعود معظمها لرجال وبينهم 3 شبان تتراوح أعمارهم بين 12 و18 يعني 12 أطفال إلى 18 كما جاء في تقرير الصحيفة عام 2019 أشار عضو المجلس المحلي في محافظة باب البدر الجنابي إلى أن غالبية الجثث تابعة لرجال تم قتلهم في منطقة جرف الصخر والحامية التابعتين لقضاء المسيب شمال بابل وهي تعود لمختطفين معظمهم كما يقول من المناطق المحررة وتعاملت معهم حكومة كربلاء على أنهم مجهولو أو مجهولون للهوية معنا اتصال أم حسن من الموصل تفضل يا أم حسن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بيك أني من الموصل أنا عندي معتقلين اثنين اليوم صار لي سنة نعم صار لي سنة وشهرين أنا ما أعرف عنهم كل شيء أروح والله أتدين من العالم أشهد من العالم أروح أودي لهم أمانات والله ما أعرف يصل لهم ما يصل لهم أنا حرمة كبيرة لو شوفني والله تبكى على حالي والله أروح أوديهم حتى انجلطت بالدرب هاي أخي النوبة رحت انجلطت بالدرب
والله صعب، بس اتمنى بس اشوفهم بعيني، بس اشوفهم ايش بيهم ما بيهم. والله قاعد المدرسه معنا دحين بالموصل، والله لا عندي انا، احنا نسوان ثلاثه بس ينا. والله اتمنى بس الجهات، اتمنى مو يقولون العفو، مو يقولون ابني واحد منهم صار له 15 سنه، والله 15 سنه والله كل شيء ما اخذ، ما عنده، واخذ عليهم 15 سنه واحنا نسوان ثلاثه، حالنا والله الجمله تمشي على حالنا. زين ام حسن، انت ولدك اثنين بالسجن؟ اي والله. ايش قد اعمارهم؟ حسن علي مشوه. ايش قد اعمارهم؟ واحد والله واحد مواليد 96. 96 اي. والله ولا شر ولا صار، والله ما اعرف كل شيء، والله مريض حبي انا. ايش قد حكمهم القاضي؟ والله واحد حكمه 15 سنه ولا جاء مخمد سري، والثاني صار له 15 سنه من يوم اندرى الامريكان لما كانوا يجون وطق الابوات عليهم يقولون انتوا شتوا تزرعون. والله نعم. والله كل شيء ما عندهم، والله الله شاهد. نعم والله حسن هذا صار له 15 سنه. ايش وقت اعتقلوهم ام حسن؟ عبد الله بالتحرير، والله كل شيء ما عنده اخذوه مخبزين جابهم على يعني سوريا الجاهل، والله قالوا هذا داعشي واخذوه. احلف لهم جيت عليه قلت له والله حط فندقك والله ابني كل شيء ما عنده، ولا خراب حسن والله من دور الامريكان لما كانوا عندنا بالعراق يقول انت تدفعون عفواك الامريكان. نعم هذاك يا روح شوفه راسه ابيض، والله والله اصحاب النعالة مروا عليهم، والله الله شاهد. زين ام حسن، وكلتي لهم محامي؟ ما عندي والله، ما والله ما عندي. لا حول ولا قوة الا بالله. والله اخويا ما عندي. هسا هم بيا سجن؟ بالتاجي. بالتاجي. وكم مرة اتصلت عليكم وقلت لهم خبريني عندنا رقم دولي، خبريني، وما حد لا عاوني ولا سواني. من اللي قال لك؟ والله هنا من محمد، والله كلهم بخبره اقول له ترى هيك حالتي يعني مريض. نعم، ما راجعتي منظمة؟ ما راجعتي اخويا ما حد، ما اقدر اني نسوان احنا ثلاثة والله. نعم. اني وبناتي مع الله. والله صاري اقوم عندي هشاشة بالعظام مجلوبة والله اشحني. الله يعينك، الله يعينك ويفرج عن كل بريء. ام حسن قصة مؤلمة من قصص العراق المؤلمة التي لا تنتهي. سامي من بغداد، تفضل سامي. سامي سامي ابو عمار من ذي قار يعاود الاتصال، تفضل ابو عمار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لكم والى قناتكم الشريفة. حياك الله، يا هلا بك. انا متابع قناتكم ومن اشوف اتابع المأساة والاحظ المأساة، والله بالله ابكي على المناطق الغربية، واحنا عم متضررين. نعم. من قبل هاي الاحزاب الفاسدة العميلة، والله اهل الرمادي الشرفاء افضل من ايران ونظام الملالي، هؤلاء دمروا البلاد والعباد، سرقتوا تتباهون بالعمالة، خطفتوا الناس، قتلتوا الناس، وين تردون العراق؟ وين تودون العراق؟ دمرتوا العراق. نعم. قبل شهرين محمد المصري وكيل ايمن الظواهري انقتل بايران، اذا منو اللي يوجه تنظيم القاعده والدواعش لقتل العراقيين؟ ايران، ايران دمرت البلاد والعباد، ايران مرفوضه رفضا قاطعا، ويتحمل المسؤوليه القاده الخمسه السيستاني ومقتدى الصدر وهادي العامري وقيس الخزعلي، وهم يتحملون المسؤوليه امام الله وامام القانون. نعم. وشكرا. أنا أشكرك أبو عمار وأشكر هذه المشاعر الوطنية النبيلة. معنا اتصال؟ خلينا طبعا نتحدث إحنا عن ها
سامي من بغداد يعاود الاتصال، تفضل سامي. سامي استاذ عمر تحياتي لحضرتك. حياك الله يا اهلا بيك، اهلا وسهلا بك. والله كسر القلب حسن سبحان الله، يعني وكثير من امهاتنا والله العظيم تحياتي والله. انا طبعا يعني ولا اقاطعك، يعني ام حسن حاله انسانيه، اذا يقدر احد يساعدها ام حسن مثل ما قالت، يعني المراه قالت انه بتجد من الناس حتى تروح تودم يعني اكل وشرب لولدها بالسجن، فاللي يقدر يساعدها جزاء الله خير. نعم تفضل سامي. قلت من هالقناه هاي الشريفه يعني ما اكون اعرف ان شاء الله اي شيء، يعني لو تسوي لكم كل شهر لو شهرين مثلا جمع تبرعات، شلون دول الاخوان الخلايجه يسوون هالشيء؟ كل واحد يقدر هل قاسم رب العالمين يجزاه عن طريق اي شيء يعني. نعم والله سامي اللي يريد يسوي الخير موجود، تدري انت الساحه مفتوحه، موجود العراق بالعراق، تدري المخيمات المحتاجين، يعني ما يحتاج، تدري انت هذا نقل هذه الماساه، هذه يعني بحد ذاتها هي حمله ل ل ل ل لنجدة المظلوم في العراق. نعم اخي سامي. سامي تفضل اخي من بغداد. نعم انا معك، تسمعني؟ اسمعك تفضل. اقول يعني المشكله ترى صارت عويصه الصراحه، يعني حتى قبل يومين سمعت انه هذا المجرم المالكي جاي لملم بيهم الصراحه، ماكو جتي حنا هاي العنصريه الطائفيه الفتلاوي رجعت الى دوله القانون وجاي لملم بيهم، وهم ماتني اللي يسوونهم فتح حزب لو خاصه هم دولة خاصه دوله القانون، دولة مفروض الشعب العراقي خاصه يعني يسوون لهم حساب خاص صراحه، لان فد حزب او تعرف انت القائد مالهم هو نوري المالكي وحزب الدعوه، هذول لازم يحاسبون كليتهم، لان كلهم كلاوشيه وكذابين وحراميين، يعني تصور 8 سنوات من حكم شخص ما حاكموه ولا جابوه، وهذا عاليا صيف تفتر على القنوات انه كل العالم هي وهذا الاخ الصيادي العالم كليته فاسد، بس دوله القانون وجماعتهم والمالكي 8 سنوات يا اخي مستلم البلد، ضيع 4-5 محافظات من، والصراحه هاي المعاصي اللي تصير. نعم بالنسبه اخي سامي احنا تكلمنا عن الجثث مجهوله الهويه، البارحه الطب العدلي دافن 50 جثة بالنجف تمام 100% منقوله من هاي الجثث المجهوله الهويه، ايش وقت ماتت، من اللي قتلها، هاي 100% منقوله من الجانب الغربي يا اخي العزيز والله العظيم 100%، على اساس حتى يموهون هاي المساله انه هاي شغله بالنجف. بس اريد اقول شيء يا اخي العزيز، تصور هذول لا يهمهم لا سني ولا شيعي ولا ميزنون، يعني دا اليوم ذبحوا نفسهم، والله قضينا على واحد قائد والله بداعش ماشين وكذا بشغلات استخباريه، وتكون ولدنا على العدو، ذولا ال 500 شهيد اللي ماتوا بالمظاهرات والاف الجرحى، وين شغل استخبارات 800 متظاهر انقتلوا بالتظاهرات. نعم أنا أشكرك سامي من بغداد كان معنا. سامي من كركوك تفضل. سامي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شكرا يا أهلا بك، الله يسلمك. أشكركم على هذا البرنامج القيم اللي هي هاي القوية بالنسبة لنا المغيبين والجثث المسلوب من الهوية والمحكومين، هاي المهروبة وهي مجهولة الهوية، لأن دول مو مجهولة الهوية، دول عراقيين اختطفتهم الميليشيات، كل الناس فيه وعجموهم خلال ينقلوهم حتى يدمدمون الجريمة مالتهم. وعلى قناة مذكورة طلعوا العام جثث من جفا الطخر، وجثثها أحد جماعة المنظمات الإنسانية مرعى الشوك، وطلع على مقطع فيديو هو بحث الميليشيات ويضرب بالمدفع. كيف يكون الحامي حرامي يا أخي؟ ثم مجموعة قتلة ولصوص وسراق ومجرمين، نعم أو غنوا كل معنى الإجرام حتى الشعب العراقي. طيب نعم. أخ عمر هذه مو جثة الهوية، الجثث هاي معلومة الهوية. نعم
زين برايك هم احنا كنا نتذكر ونسمع انه موضوع المقابر الجماعيه اللي تحدثوا عنها ايام النظام السابق، زين هم جايين يعني يكررون نفس الماساه؟ يعني هم كان اتخذوا هذا الموضوع، موضوع المقابر الجماعيه في عهد النظام السابق، اتخذوه ذريعه ومظلوميه، زين هم جايين يقتلون الناس وهم يسوون مقابر جماعيه؟ يعني ايش عبالهم؟ يعني ما راح يتغير الوضع وباشر عقبه هم يجي نظام اخر ويحقق بهذه الجثث ويعرفها المن عائده ومن اللي قتلهم؟ والله اخي عمر، ذولا اجناد الامريكان، هم اللي جابوهم الامريكان. يعرفون زين، كل زين، انه نهايتهم قصيره ان شاء الله بالعراق، والشعب العراقي تخلص من هالطغمه الفاضله. هم ذولا اوغلوا بكل المعنى الكلمه. يعني اسالك سؤال، هم البارحه مقابلين على قتل هذا الارهابي وصارت زين، هاي التمنيت متظاهر قتله، من يعني صارهم؟ انا اسال سؤال، يعني خلي تجاوبني كل من يسمعني. يعني هاي الأمة المظلومة المنوصل، هاي اللي بجد تروح تقابل ولدها، ليش ما يكون قانون العفو العام؟ يعني شو ينتظرون؟ يعني شو؟ نعم. وين يوصلون بالعالم؟ وطبلوا روسنا على هاي الانتخابات كذب، ما راح تغير، كل شيء نفس الوجوه ونفس تكون القذرة. ما راح تغير. أنا أشكرك أخي سامي من كركوك. أبو أسد من البصرة. تفضل ابو اسد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وسهلا بك. يا هلا بك. حياك الله. حياك الله. يا هلا بك. استاذ عمر، بالنسبه للجثث مجهوله الهويه. نعم. اللي دفنوها البارحه اللي هي عددها ما يقارب 50 جثه. نعم. زين، من صرح هذا ابو الطب العدلي 50 جثه، 50 جثه ولا هويه ولا واحد بجيبه هويه؟ معقول يعني ذول طالعين بالشارع ويلقوهم مجنون الهويه مدفونين، هويات ما بجيبهم؟ هاي واحدة. وين القضاة مالنا؟ مجلس القضاء مالنا، مجلس القضاء الأعلى مالنا، طايق زيدان شو اسمه هذا الجربوح عشان بنقول أبو جه. وين ما يقول يابا تعال لقيتوهم، دلوني أسماءهم، اعطوني شلون لقيتوهم، شلون عثرتوا عليهم، من لقاهم؟ زين. ثلاثة، أبو الهول شو ساكت ما يحكي، بس أردتهم لا أحكي، كل هالمقابر الجماعية مال إسحاقي ومال غيرها وغيرها، وبعد يجبون طلعوا جثث رجل ثانوية، وابو الهول ساكت، ليش ما يحكي؟ يعني عجيب غريب. يعني الشعب العراقي راح يخلص كله مجهول هويه، ماكو واحد يجيبه هويه، يابا فلان وفلان على مود اهله يعرفون، يابا ترى من كتل فلان مكان اهله يصرحون يعرفون وين كان منو اخذه، كله مجهول هويه وياخذون ويدفنون بالنجف، معقوله؟ نعم. اسمعني استاذ عمر. اسمعك عيني اسمعك. ايوه، انا ما عندي شيء بعد، يعني هذا الحديث قلت لك اوجه مجلس القضاء على يوجه سؤال لابو الطب العدلي، يقول له انت وين عرفت ذول المجهولين الهويه؟ وين عثرتوا عليهم؟ بيا منطقه، بيا مقبره، بيا شارع، بيا مزرعه، بيا شوله؟ نعم. واني اشكرك. اني اشكرك. ابو اسد من البصره كان معنا. معنا ابو صدام من تكريت، تفضل ابو صدام. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. يا هلا بك، حياك الله، الله يسلمك. استاذ عمر، بالنسبه بس اللي حكينا قضاة صلاح الدين. يعني قضاة صلاح الدين اللي هم موجودين مشهورين قاضيين صلاح الدين. اللي هو القاضي المعروف قاضي خلف الجبوري من الضلوعية. نعم. والقاضي خلدون علي عبد الله من بيجي. ايش بيهم؟ طبعا ذول القضاتين القاضي خلف اللي هو مسؤول القضاة اللي هنا موجود بتكريت، طبعا هذا القاضي مقتول اخوه كاتلين داعش، فاي شخص يجي عليه، اي شخص بدون هاية يحكمه من 15 الى الاعدام. يعني اذا يرحم به 15 سنه بدون اي شيء، لان هذا القاضي يريد ينتقم من الناس. طبعا هذا مشهور ومعروف، معروف على مستوى هذا القاضي. شو اسمه هذا القاضي؟ من الضلوعية. شو اسمه هذا القاضي؟ اسمه خلف من الضلوعية، خلف الجبوري. هذا معروف طبعا، اخوه مقتول تحتينا دواعش، ويريد ينتقم من الناس. اي شخص على المحكمه مالته اذا يرحمه ب 15 هذا زين، يعني هذا كل اعدام مشهور بكل اعدام.
والقاضي الآخر اللي هو قاضي خلدون هذا طبعا إنسان يعني ما أعرف، هذا إنسان بيوم واحد يصدر 500 إلقاء قبض على الناس ومتفق ويا ابن عم المحامي. نعم المحامي ابن عمه، إذا تروح على ابن عمه يشوف القضية المحامي مرافع علي ابن عمه متفق طبعا بالفلوس يطلع أفراج، وإذا مو ابن عم المحامي ينحكم من 15 سنة. هذا معروف بصلاح الدين موجود يجي. نعم هاي قضاة بصلاح الدين هاي موجودة، هذا الانتقام الموجود، القاضيين اللي قاعدين ينتقمون من الناس الأبرياء، عندك ما عندك، أنت مش وصلت بس صرت تحت رحمة خلف أو خلدون، خلدون إذا ما وكلت ابن عمه أنت تنحكم 15 سنة. نعم. لأن متفق هو ويا ابن عمه بفلوس تروح تروح تتفق ويا وتيجي ترافع يم لازم هو يرافع لك تطلع أفراج. أما إذا ما رحت على ابن عمه انت تاخذ 15 سنة اكبر محامي بالبلد، هذا معروف. وذاك يريد ينتقم لعلى احد اخوه، مصيبه صايره شغل السيارات بالله من 20 سنة. طبعا هذا نعم. الكلام هاي مسؤول عنه وموجود بكل نعم. كل الناس تعرفه. نعم انا اشكرك ابو صدام من تكريت كان معنا. سعد من السعوديه، تفضل سعد. سعد تسمعني؟ سعد السلام عليكم يا اخي عمر. تفضل عيني. وعليكم السلام ورحمه الله، بارك الله فيك. حياك الله يا اهلا بك. يعني على السريع ان شاء الله. الله يسلمك الله يخليك. اما من ناحيه انا والله العظيم في حيره، اذا ما كان هذه العصابه اللي قاعده تسويه في هذا الشعب ارهاب، وش هو مفهوم الارهاب؟ هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه طال عمرك هم حاولوا اخفاء هذه الجثث لكن الله اللي بينها، والشعب هذا ما راح يترك حقه ان شاء الله. والنقطه الثالثه اقول للاخت اللي تو عشان ولدها، والله العظيم انه يقول إن في يوم القيامه ان يقول الواحد منكم يمن تعرض لهذه الاشياء، يقول وددنا ان لنا 10 أبناء وقتلوهم قدامنا، مو واحد ولا اثنين، لكن ان شاء المصحيح المصاب جلل، لكن الله ما ينسى خلقه. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم ورحمة السلام ورحمه الله. ام كرار من بغداد انقطع. نعم ابو عمر من بغداد، تفضل ابو عمر. تحياتي لك استاذ عمر وقناه الرافدين. يا هلا بيك، اهلا وسهلا بيك. يا اهلا وسهلا استاذ عمر. البارحه طب العدلي اعلن عن دفن 50 جثة مجهوله الهويه. نعم 2019 نعم. 200 جثة تم دفنها في 2019، يعني هذا المسلسل والمقابر الجماعيه، يعني الظاهر الجماعه، يعني ممكن الربط او القول انه قبل ايام تم العثور على مقبره الاسحاقي في صلاح الدين. هل ممكن انه الجماعه شالوا هاي الجثث من هذه المقبره، شالوها حتى يعني يتصورون هم حتى لا يتهمون باباده جماعيه، شالوهم وحطوهم مقبره دفنوهم في محافظه ثانيه حتى يقول لك ذولا مجهولين الهويه؟ رايك استاذ عمر، يعني احنا هاي الامور ما قامت بعد تمشي علينا، لانه الحكومات المتعاقبه من 2003 استاذ، يعني قبل اجاوبك على الموضوع هذا، اللي هي كانت تقتل بالشعب العراقي وكلهم كانوا مجهولين هويه، يعني من ذاك الوقت ولحد الان هذا يومنا 18 سنه اللي جاد يقتلون مجهول هويه. طيب هذول من ياخذونه ويروحون يحققون وياه؟ استاذ عمر يعني ما معقول ان يهدوه، حتى واذا كان بريء يقتلونه، يعني باي ساعه سواء شهر او سنه او يوم ما يخلوا يقتلوه، لانه راح ينكشف من هذه الحكومه. لكن ثوره تشرين المباركه اللي هي كشفت العراقيين ومن هم اللي جاي يقتل بالشعب العراقي وابناء الشعب العراقي، سواء الجثث المجهوله، سواء المقابر الجماعيه، سواء التظاهرات اللي قاعد صارت عندنا ببغداد. يعني زين هاي الامم المتحده اللي تروح بلا ساخر تقعد ويا قاله الميليشيات المنظمات الدوليه، وينها عن هذا عن هذه الاباده اللي تصير بالشعب العراقي؟ استاذ احنا الدور يعني من خلال قناتكم احنا مواطنين عراقيين، يعني نطالب بالضمير الاتحاد الاوروبي ومنظمات حقوق الانسان والامم المتحده اللي قاعد تشوف هذا السيناريو المسلسل اللي جاي يصير القتل على الناس المدنيين العزل.
يعني من خلال اعتقالاتهم بيوتهم، من خلال اعتقالاتهم للتظاهرات، من خلال اعتقال في مؤسساتهم اللي يطبونهم يعقلون هاي الميليشيات يعتقلهم بعدم أدلة وعدم ثبوت أي شيء ويختفون ورا فترة إذا كانوا بالسجن ما يقطون خبر بالسجن. لكن نلاحظ بين فترة وفترة قتل مواطنين عراقيين يذبوهم أجلكم الله في المزابل أو في أي مكان يعني يذبوهم، نعم، ولا كأن الاحترام لهذا المواطن. واللي قاعد يصير بيه الحكومات المتعاقبة هي محسوبة، محسوبة وتتحاسب على هذا اللي قاعد يصير عندنا أستاذ عمر بالقتل. يعني اللي يعني ما معقولة صار انفجار ما تعرف عن الحكومة صار. نعم أنا أشكرك، أشكرك أبو عمر من بغداد كان معنا. رسالة على الواتساب يقول فيها: السلام عليكم أخي الكريم، تحياتي لقناتكم الكريمة المجاهدة ضد الذيول والفاسقين. يقول أخويا الكريم عندنا سجين صار له 15 سنة موجود في سجون المالكي كما سماه العميل، ليش ما يحاكموه؟ يقول خلي يعطونا يا ميت عدل أمة عمت من البتشي. يقول حسبي الله ونعم الوكيل. 15 سنة 15، يا ريت إذا يقدر يتصل علينا على المباشر حتى يحكي لنا هذه القصة. بس حتى أكمل هذا الموضوع، موضوع التقرير في 2019 حول الجثث مجهولة الهوية، عضو المجلس المحلي لمحافظة كربلاء في وقتها أكد للصحيفة بأن المعلومات التي وصلتنا تؤكد بأن بعض الجثث مقطعة الأوصال. ويقول لم نتأكد في وقتها يتحدث، لم نتأكد لغاية الآن من هويات أصحاب الجثث ومناطقهم الأصلية. طبعا أبسط منها ماكو، بس الجماعة من أعلى واحد موجود بالحكومة إلى أصغر واحد في هذا كمسؤولية بهذا الموضوع يقدرون يوصلون إلى هذه الجثث، وهذا كله كذب، وهذه إبادة جماعية، هذه جرائم بحق الإنسانية أن تأتي بجثث وتقول بأنها مجهولة، وأنت تتناقض نفسك بنفسك وتقول تم إجراء فحص الدي أن أي، يعني راح تعرفه منه هذا وش وقت انكتل، وانت لازم عندك معلومة منين اجى ووين كان حاطي. يعني هل هذه الاعداد الكبيرة، هذه معقولة ثلاجات الموتى تتسع الى هذه الاعداد كل هذه السنوات حتى تطلع جثث مجهولة الهوية ويتم دفنها؟ هذا المعلن، اما المخفي الله اعلم، ما ندري. هذا الجماعة اللي دي يعلنوه، هل هناك ارقام اكبر بكثير في الخفاء؟ ما ندري. سيف من السليمانية، تفضل سيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحياتي لك. حياك الله يا أهلا بك. أهلا وسهلا بك. والله أستاذ العراق مع الأسف ما عشيارة. نعم. ومافيات وعصابات يحكمون العراق. وأفضل دليل على كلامكم، أنا أحد أخبارتي منتسب بلتين وسبعين بالسيطرة إطلاقها ويا واحد من المسؤولين اللي بكراية السلام. يعني بيا منطقة ثاني يوم شالوا البلد، منطقة بلد. وهش سواني هسه ما آخر شيء أهله لقوا. نعم ما أدري بعد الحد هسه ما طلعي، بس هذا دليل رجل القانون ما يقدر يحكم بالقانون. نعم. الشرطة يتلاقى ويا واحد من الحشد يجي ثاني يوم ياخذوه بحجة ملقين عليه فيديو. نعم. فمع ذلك. نعم. العراق انتهى. أي والله العراق من كان حتى كردستان ما بيها سيادة، مجرد أحزاب بيحكمونه. نعم. والشعب هو الضحية، الرواتب سنة 4 أشهر مثل. نعم. زين، وسبب هاي العنصرية والتنافر بين السياسيين والأغبياء اللي يمشون وراء السياسيين. نعم. اللي يقولان والله جناح الإيران وذاك جناح التركيا و... نعم. ذاك احنا عندنا أمل بالانتخابات الجاية، الشعب العراقي ليه شخص دخل العملية السياسية. وجه جديدة، وجه حتى لو مو زين أجربه بلكت يسوي شيء، بس إذا يمشون ورا كلام والله مرجعية يجي قال والله فن العلماء انتخبوا هذا، والله المسيح ماكو
حتى لو يهودي يحكمنا احنا نريده يحكم بالعدل. نعم. وهذا كل اللي اقدر اقوله. وتحياتي اشكرك سيف من السليمانيه كان معنا. طبعا البارحه منظمه الشفافيه الدوليه اصدرت تقريرها وتصدر العراق من ضمن دول العالم على لائحة الفساد، اجى بالمئة وستين والسادس على مستوى الوطن العربي. خلونا نشوف التقرير، موقع التقرير اللي اجى بهذه الإحصائية لعام 2020، نشوف معاكم. نعم، هذا موقع منظمة الشفافية الدولية تحدث عن تصدر العراق المرتبة 160، أي يعني مراتب متقدمة من مجموع 180 دولة، والسادس عربيا على مؤشر الفساد وقرة عين الجماعة. وهاي الشغلة مو جديدة عليهم صراحة، يقول المواطن نعم، ولكن ما شاء الله يعني متصدرين بالفساد، متصدرين بالخراب، متصدرين بالنفايات، بأسوأ جواز بالعالم، أسوأ عاصمة بالعالم، من أسوأ دول العالم بالفساد. هذا اللي قدروا يحققوه الجماعة. هذا تقرير سنوي تصدره منظمة الشفافية الدولية حول العالم. معنا اتصال أم محمد من بابل، تفضلي أم محمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، أهلا بك. أحب أشارك في هذا البرنامج. تفضلي. يعني إحنا من بابل. نعم. يعني على هاي المناطق المحررة. نعم. يعني هسه هاي الظلم اللي أخذوها من المناطق الصقر، الأنبار، الموصل، يعني كليتها بعلم الدولة. يعني وشفتوا بالصور من صار التحرير، يعني كانوا يعرضون الصور الظلم، يعني محمل السيارات وكلها عندهم. يعني هسه اختفوا، هاي الظلم كلها اختفت، يعني ما حد يعرف مصيرها وين. يعني الى متى تبقى هي يعني حكومه ما تعرف مواقعها وين يروح وين يجي، بيا قانون بيا دول هاي هي يعني زي يتصرفون ويا العالم. يعني انا من عندي زوجي انفقد، اخذوهم هي القوات اللي دخلت جف الصخر، فعد الان ما نعرف مصيرهم وين، نريد نوفيهم، ما حد يجي يساعدنا، يعني حتى مثل المعاملات ينجز لنا يكمل لنا. يعني والناس عايشة حياة مأساوية، يعني النسوان تعرف بهذل، ما عدا رجال يعني اللي يعيلون أولادهم. نعم. يعني احنا لا متى نبقى هيك، يعني دولة ما تعرف وشافوهم وهم خذتهم القوات اللي دخلت وحررت المناطق، غير يسألونهم وين وديتوا هاي الناس، حد الآن ما نعرف مصيرهم هاي 7 سنوات. نعم، الله يعينكم. يعني والله هاي يعني لو قابة مال تكرم محوش، يعني ما جاء نعرف مصير أولادنا وأزواجنا، ويعني وعوائل كلها راحت كلها أبرياء. الله يعينكم، الله يعينكم، والله يفرج عن كل بريء. أم محمد من بابل كانت معنا. أبو أحمد من الرمادي، تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أخوي العزيز. هم يتسلفون على الانتخابات. الانتخابات أصلا هي أمريكا تحط بكيفها، لحالنا نطلع ونحن نطلع. نعم. روحها وابيا فايدة، هاي مع البيروجية ما تشتمها، هذا شغل كله ما يفيد. وهاي الميليشيات كلها تابعة لأمريكا، مو لإيران، هي أمريكا اللي تحركوا. احنا من نطلب ونصيح إيران، وإيران إيران ما لها شغلة، إيران أحد الأدوات في أمريكا، وهاي الميليشيات تابعة لأمريكا عمي. نعم. ما تابعة لإيران، حرك أمريكا كلها. يعني شو جرف الصخر ما تقدر، ما حد يقدر يطبها، شو يقدر يطبها؟ الأمريكان هم أهل الطرائب. نعم. إذا ما تتحد السنة والشيعة على طرد الأمريكان، مصير مصير شارة البلد. فاي هم يخلون قيم مقام هم في الأمريكان. يعني نطلع انتخابات نغير فلان وفلان، هم حاطين حاطينا، طلعنا الرحنا والما رحنا. صار احنا انتخابات وما ادري شنو، يعني شنو؟ لا كهرباء ماكو. نعم. يقول لي ابغى ماكو والله، قطعه ايران بدها تسوي صيانه، او غاز ماكو، ايران ما بعد ما صدرت غاز. ايش البلد وين كان قبل؟ ما عنده غاز، تنفوط، وين راح؟ انا اشكرك ابو كله غلط. انتخابات. نعم. اشكرك ابو احمد. نعم.
نعم، أنا أشكرك أبو أحمد من الرمادي كان معنا. رسالة يقول فيها سيد عمر: ماكو شخص لأن مجهول أنه مجهول الهوية، هاي كلها من سجون التعذيب من قبل الأحزاب. اليوم لو يتم النشر على التواصل الاجتماعي يكون التعرف على المجهول، ويكون التعرف عليه من قبل النشر كما يقول على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتعرف عليه من قبل أهله، بس السبب هم العملاء. يعني صحيح حس إذا نشروا مثلا صورة شخص على منصات التواصل الاجتماعي راح تعرف الناس، مو تحليل ودي ان اي وطب وعلم وإلى آخره. إذا تحدثنا كان يعني معظم وجل وقت الحلقة عن الجثث مجهولة الهوية واللي تم دفنها دفن 50 جثة كما صرح الطب العدلي في العراق، وتحدثنا قليلا عن مؤشر الفساد وبقاء العراق يتصدر من ضمن دول العالم أكثر فسادا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.